السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا إخوان فيديو جديد من داخل سلاقة المتواضعة للحسون. بعد ما خلص غيار ريش حبيت أصور لكم إياه قدر المستطاع. إخوان خلينا نحن وياكم. طبعا حسون الحين أنا الآن في من تصوير في شهر 11، صور لكم الحسون بعد ما خرج من غيار ريش. بسم الله تبارك الرحمن. طبعا يا إخوان هاي خلينا نقدم بس شوية. هاي خلينا نقول الذكر هذا، شايفين لون الحين بتكون بداية برتقالي، إذا شفنا ملاحظين هيوخر ذهب. خلينا نصور واحد غيره. بداية يا إخوان المعلومة اللي بدها تصل لكم إن بعد غيار الريش ما بكون الحسون لون الحنة تبعته يعني تكون حمرة، يعني هاي هذا شايفين برتقالي، تميل الى البرتقالي. هاي هذا الجوز، شايفين كيف يا اخوان. الان مع تقدم الوقت بصير ايش، بزداد غمقه، خصوصا بداية الربيع. مع بداية الربيع يا اخوان بصير لون الحسون عندك اكثر حمرة، وبصير يعني كيف يميل الى الاحمر القاتم او احمر الغامق احنا نسميه، يعني احمر غوي. الان مع ايش، مع بداية الربيع وكأنه يعني بتحس حسون جديد عندك، بتحس لونه صار حتى ريشة أحلى، لونه أغمق، يعني لون الحنة الحمراء وكأنها تميل إلى السواد. لون الحنة الحمراء تميل يا إخوان إلى السواد. أما الآن يا إخوان فبتكون إيش، لون الحنة عندك برتقالي. يعني أحد الأكل اللي بيساعد إنه يعطيك اللون اللي بدك إياه، اللون الأحمر يعني أو الأحمر القاتم، اللي إنك تطعم حسونك أكل متنوع من الرجلة أو البقلة، الفلفل الحار، تعريضة للشمس كمان بسبب أو بزيد نسبة الحمار، بعطي لون ولمعان للريش وبغير اللون البرتقالي المعروف أو اللون البرتقالي اللي بكون عليه الحسون. وزي ما قلت لكم مع تقدم الوقت يا إخوان واقتراب مع موسم التزاوج، الحسون لون الحنة تبعته بالزيد جمال وبريق. هاي هذا شايفين الذكر هذا يا اخوان، هاي شايفين كيف اللون برتقالي، هاي اغلبهم الان لونهم برتقالي. نحن الحمد لله رب العالمين خرجنا من موسم غيار الريش. طبعا صعب شوية، كان انا شخصيا في هذا الموسم فقدت 2 من الحسون. طبعا شو السبب ان ماتن، هن اخر عش ما تحملنش الغيار، تغيرن في وقت يعني كان في شوية برودة جو، فماتن فرخين من الحسون اللي عندي. طبعا هذا الموت مهما حولت وقدمت لحسونك من اشياء ومن مضادات الا تواجه مشكلة ايش اللي هو الموت. يعني لو مهما اتخذت من اجراءات واتخذت من احتياطات وقدمت غذاء الا يصير عندك حالة موت، هذا امر طبيعي. خلينا نحاول اصور لكم اياهم من فوق يا اخوان، اطلع على السلم واصور لكم اياهم. بسم الله ما شاء الله، حنا يعني جميله، يعني في الوقت هذا يكون حنتي لون هيكل يعني اشي جميل. اي واحد ذكر طبعا هان عشان مقابل الشمس، فبكون ايش تصوير شويه بغلب. شايفين يا اخوان هاي هذا لون البرتقالي. ان شاء الله قلت لكم مع تقدم الوقت بصير اللون احمر باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين خلصنا فيها من هذه المرحله، مرحله الغيار اللي هي تعد من اصعب المراحل يا اخوان على الحسون. في بس فوقيه سبب لهم هيجان. هاي شايفين اخوان، هي احنا نصور، شايفين البس او قط بترصد. بس انا يعني صعب جدا انه يصيب واحد فيه، لان عندي انا سلكه صعب ان حدا او قط انه يلعب او يصيبهن. يعني هذا يا اخوان فيديو لليوم اللي هو بعد مرحله الغيار. ان شاء الله بكون اعجبكم. ما تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.